السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل اللي بيشوفوني بيتابعوني معاكم دعاء في فيديو جديد من قناة ايزي كرافت. ان شاء الله النهاردة زي ما انتوا شايفين كده انا فاتحة الموبايل، هنبدأ النهاردة اول سلسلة في فيديوهات ازاي نعمل قناة على اليوتيوب وازاي نعمل الشغل كله بتاع اليوتيوب زي طبعا ما طلبتوا مني. فان شاء الله النهاردة اول فيديو هنبدأ نعمل قناة مع بعض على اليوتيوب، هنعملها من الموبايل زي ما انتوا شايفين، من اولها لاخرها هنعملها على الموبايل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله هتقدروا تعملوها بنفسكم من غير مساعدة اي حد، بس تتبعوا الخطوات معايا ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما ابدأ، لو انتوا جداد على القناة وحابين تنضموا لينا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. طيب مبدئيا كده عشان تعملي قناة على اليوتيوب او عشان تعمل قناة على اليوتيوب محتاجين ان احنا يبقى عندنا ايميل. الايميل ده اللي هو الجيميل هنبقى على هنعمله على جوجل كروم. طبعا هنعمل الميل ده من اوله لاخره وهعلمكم ازاي كمان تأمنوه عشان محدش يخترقه او حد يعني يهكره زي ما احنا بنسمع كتير. فهنبدأ اول حاجة دلوقتي ان احنا نعمل ايميل على جوجل كروم او هنعمل جيميل مع بعض. اول خطوة معايا هبتدي افتح الجوجل كروم اللي هو المتصفح بتاعي، هكتب في البحث جيميل انشاء حساب، ظهر لنا اول اختيار اهو هنضغط عليه. هتظهر لنا هنا في صفحة البحث انشاء حساب، هنختار انشاء حساب جيميل. هتظهر لنا الصفحة بالشكل ده، هنختار انشاء حسابا او كرييت اكاونت بالانجلش لو انتوا عاملين الفون انجلش عندكم. هتظهر لنا بقى الصفحة دي، هنبتدي نملي البيانات بتاعتها. هتكتبوا اسمكم الاول، اول حاجة مثلا هكتب مثلا اسمي دعاء واسم باباي علي. هيظهر لكم هنا ايميل مقترح اللي هو يعني هو مقترح ليكم، انتوا طبعا ممكن تخلوه زي ما هو كده وبس تحفظوه، يا اما تمسحوه خالص وتكتبوا ايميل من اول وجديد او اي اسم انتوا حابينه من اول وجديد، بس طبعا لازم تدخلوا فيه ارقام ويعني تخلوه مختلف عشان خاطر ايه يقبله كده. تقريبا هو قبله، لو عمل لكم احمر يبقى عدله في الاسم تاني بتاع الايميل. هنا بيطلب مني كلمة السر بتاعت الحساب، بتتكون طبعا مش اقل من 8 حروف، ممكن تدخلوا فيها ارقام رموز عشان تبقى قوية، بتأكدوها تاني وبعد كده بتدوسوا التالي. مهم جدا جدا ان انتوا تكتبوا الايميل بتاعكم اللي انتوا كتبتوه وكمان الباسورد في ورقة عشان ما تنسوهمش. بعد كده ظهر لنا الصفحة دي، هنبتدي نكتب فيها رقم التليفون. رقم التليفون ده مهم جدا جدا، ده هتأمنوا بيه الحساب، بعد كده هيعمل لكم تأمين للحساب عن طريق رقم التليفون بحيث ان محدش يدخل الحساب بتاعكم ده او الايميل بتاعكم ده ويفتح القناة بتاعتكم او حتى الميل بتاعكم الا لما يبعت لكم رسالة فيها كود على الموبايل، وبالرسالة دي تقدروا تسمحوا للموبايل او لاي جهاز ان هو يدخل على موبايلكم او لا. يعني انتوا اللي بتبقوا متحكمين في الحساب بتاعكم. هوريكم الخطوة دي قدام بس هنعديها دلوقتي عشان نكمل الخطوات. حتى لو تلاحظوا هو كتب لكم تحت سنستخدم رقمك من اجل امان الحساب ولن يكون مرئيا للاخرين، بس طبعا اختياري، ممكن تكتبوه او ممكن ما تكتبوهش، بس انا بقول لكم ان هو مهم جدا لتامين الحساب بتاعكم. بعد كده هنعمل بقى بقية الخطوات. هنبتدي هنا نكتب تاريخ الميلاد والعمر، يعني هو هيحسب عمرنا عن طريق تاريخ الميلاد ده. هنبتدي نكتب هنا اليوم والشهر والسنة، فانا هبتدي اكتب كده اليوم مثلا اي تاريخ، وبعدين بتكتبوا تاريخ الميلاد لان طبعا اقل من 18 سنة تقريبا ما ينفعش يعمل حساب. بعد كده بتختاروا النوع، بعد كده بنقول له التالي. هيدخلنا كده على الخصوصية والبنود. طبعا البنود دي محدش تقريبا بيقراها، انا اول مرة جيت قريتها يعني صراحة مليت منها، بس انتوا لو عايزين تقروها برضو هي مفيدة جدا اقروها. بعد كده هننزل تحت، هي تقريبا يعني بيعرفكوا حقوقكوا او بيعرفكوا الخصوصية بتاعتكوا عاملة ازاي على جوجل. بعد كده بنقول له اوافق، كده عملنا الايميل وكده اول خطوة او اصعب خطوة خلصت. كده بقى معانا الايميل بتاعنا اهو بكل الحاجات او المعلومات اللي احنا دخلناها زي ما انتوا شايفين اهو، الملف بتاعنا اهو اللي احنا مليناه، دي المعلومات الشخصية والبيانات والخصوصية. هنيجي بقى هنا عند الامان، الحتة اللي كنت بقول لكم عليها دي مهمة جدا جدا، اهم من الايميل نفسه، ان انتوا لازم تأمنوا الحساب بتاعكم.
لان ناس كتيرة بتضيع الايميلات بتاعتها، وناس كتيرة يعني بتخترق الايميلات بتاعتها وبيضيع تعب السنين كله، ممكن تضيع القناة اصلا كلها لو الايميل بتاعك اخترق. فمهم جدا جدا ان انت تأمني الحساب بتاعك او تأمني الحساب بتاعك قبل ما تبدأ قناة على اليوتيوب. فالامان هنا بيوريكوا الاجهزه اللي فاتحه الايميل بتاعكم، وكمان بتعملوا حاجه اسمها التحقق بخطوتين. لو حابين ان انا اعملها لكم في فيديو لوحدها ازاي تامنوا الحساب بتاعكم او القناه بتاعتكم، اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هعملها لكم في فيديو مخصوص. بس انتوا دخلوا رقم الهاتف وهو هيعمل لكم حاجه اسمها التحقق بخطوتين، هو هيفهمكم كل حاجه. اصلا جوجل بيسهل العمليه جدا معانا. فيلا بينا بقى نشوف الخطوه التانية. دلوقتي هنفتح صفحه اليوتيوب الرئيسيه. طبعا عايزين نسجل دخول على اليوتيوب، فهبتدي اضغط على لوجو القناة اللي فوق ده. طبعا دي القناة بتاعتي، فهبتدي دلوقتي ابدل الحساب، اقول له تبديل الحساب. بعد كده هتظهر لي الايميلات بتاعتي كلها. هبتدي دلوقتي جنب كلمة الحسابات في علامة زائد، هضغط عليها. هيقول لنا جاري التحقق. دلوقتي هيطلب مننا ان احنا ندخل البريد الالكتروني او الهاتف اللي احنا عايزين نعمل بيه القناة، طبعا البريد اللي احنا عملناه يعني. فهبتدي دلوقتي اكتب البريد اللي احنا عملناه، هندخل طبعا كلمة السر. هتظهر لي كده الصفحة دي هنا، هقول له اوافق. بعد كده هيظهر لي بقى الايميلات اللي انا فاتحة بيها اليوتيوب كلها. هختار دعاء علي اللي هو الايميل اللي انا عملته او اللي عملناه سوا. بعد كده هنقول له، هنضغط على اللوجو بتاع القناة فوق. طبعا هنا جاب لي قناتك ومدة المشاهدة والاشتراكات المدفوعة، يعني جاب لي معلومات الحساب. هنبتدي نضغط على كلمة قناتك، ده لو حابين بقى ان احنا نلعب في اعدادات القناة، ان احنا يعني نغير اسمها، نعمل اي حاجة احنا عايزينها. فهو بيقول لك هنا استخدم يوتيوب باسم، او يعني عايزين الاسم بتاع القناة بتاعتك هتبقى باسم دعاء علي ولا عايزه باسم تاني. فاحنا طبعا براحتنا، عايزينه باسمكم تكتبوه باسمكم عادي، عايزينه باي اسم تاني اكتبوه باي اسم تاني. انا وليكن مثلا هسميها القناة طاقة امل، فانا هبتدي هنا امسح كلمة دعاء وهبتدي اكتب كلمة طاقة. هكتب في الاسم الاول هنا كلمة طاقة، وبعدين هكتب تحت امل. القناة في النهاية هي هنقول له انشاء قناة، وبعد كده ان القناة في النهاية هيبقى اسمها طاقة امل زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي لو عايزين نحمل فيديو هنضغط على علامة الفيديو اللي فوق دي اللي انتوا شايفينها، هيفتح لنا الاستديو بتاعنا. هيطلع لنا 3 خيارات، يا اما تسجيل، يا اما بس محتوى مباشر، يا اما هيظهر لنا كل الفيديوهات نختار منها الفيديو اللي احنا عايزينه. انا كده اخترت فيديو عندي في الاستديو بتاع الموبايل. بعد كده هبتدي اكتب العنوان بتاع الفيديو، لازم العنوان بتاع الفيديو يكون بيعبر عن موضوع الفيديو بشكل مختصر. فانا هنا الفيديو عندي اغنية بتدي طاقة امل كده، فانا مثلا هكتبه طاقة امل. مهم جدا برضو ان انتوا الفيديوهات اللي تنزلوها على القناة تكون فيديوهات بتاعتكم انتوا، يعني انا مثلا هنا منزلة كرتون، ده ما ينفعش خالص يا جماعة، لان هتجيلي عليه حقوق طبع ونشر. ما ينفعش ان انا انزل محتوى مش بتاعي او محتوى بتاع قناة تانية، لا، لازم المحتوى اللي انتوا تنزلوه يكون المحتوى ده بتاعكم انتوا اللي عاملينه، وانتوا اللي يعني مصورينه ومنشئينه. فلازم فعلا قبل ما تبدأوا قناة تبدأوا ازاي تخططوا ازاي ان انتوا هتعملوا المحتوى الخاص بتاعكم. الوصف بقى بتاع الفيديو بتكتبه وصف عن الفيديو، او يعني بالمختصر مفيد كده شرح عن الفيديو. بعد كده هنيجي عند الخصوصية. طبعا لو عايزين الفيديو خاص او غير مدرج او عام، خاص هيبقى محدش بيشوفه غيركم انتوا، غير مدرج يعني لو عملتوله شير الحد اللي انتوا عملتوله شير ده هو بس اللي يقدر يشوف الفيديو، بس محدش تاني يقدر يشوفه غيركم انتوا هو. ولو عام طبعا هيبقى اي حد ممكن يشوف الفيديو. بعد كده بنضغط على السهم اللي فوق ده كده. كده احنا مبدئيا نزلنا الفيديو. هنبتدي بعد ما نضغط على السهم هيبتدي الفيديو يحمل او يترفع على اليوتيوب ويبقى علني للناس كلها. بعد كده ما الفيديو اتحمل معايا، دلوقتي هبتدي ادخل على القناة، هدوس له قناتك كده. بعد كده هيفتح لي صفحة القناة. شايفين بقى الترس اللي جنب اسم القناة ده اللي هو موجود جنب اسم القناة اللي علمتلكوا عليه ده، هنضغط عليه. ده هنفتح كده منه اعدادات القناة. طبعا شايفين جنب اسم القناة في قلم كده، لو ضغطنا عليه هيبتدي ان احنا يغير لنا الاسم بتاع القناة
لو احنا عايزين نغيره، هو بيقول لكم يسمح بتغييره 3 مرات كل 90 يوم، مش اكتر من 3 مرات كل 90 يوم، ويفضل ان انتوا تستقروا على اسمه وبعدين تغيروه. بعد كده وصف القناة، بتكتبوا هنا القناة عبارة عن ايه، لو قناتكم مثلا اشغال يدوية، لو قناتكم العاب مثلا جيمينج، لو قناتكم خاصة مثلا بحرف، اي حاجة، طبخ مثلا للمنزل، اي حاجة كده. فبنبتدي نكتب الوصف بتاع القناة، طبعا ما يزيدش عن 1000 حرف، فبنبتدي نكتبه. عايزة اقول لكم حاجة كمان، الصورة بقى واللوجو بتاع القناة دي، اللوجو عامة بيحتاج برامج فوتوشوب او برامج معينة اللي هي تقدر تظبط لنا اللوجو بتاع القناة. لو حابين برضو برامج من على الموبايل تظبط لكم اللوجو بتاع القناة، اكتبوا لي تحت في التعليقات. انا معرفش كتير يعني، بس هحاول ان انا اجمع لكم برامج زي كده. كمان الصورة مصغرة بتقدروا تغيروها من الجيميل نفسه بتاع القناة، بتقدروا تغيروا منه الصورة مصغرة. بس، وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب اكون افدتكم وتكونوا قدرتوا تتعلموا حاجة جديدة، او قدرت اوضح لكم حاجات انتوا مش عارفينها. وبرضو اي استفسار يعني انا تحت امركم، اكتبوا لي اي حاجة انتوا حابين تستفسروا عنها. ولو استفدتم من الفيديو، رجاء رجاء دوسوا لايك على الفيديو، وكمان شير مع اصحابكم تقديرا للمجهود، عشان انا تعبت جدا والله بصراحة في الفيديو ده، بس كله يهون عشان خاطركم. ويا رب اكون كده خفيفة عليكم، وتكونوا استفدتوا مني، ويكون طريقتي في الشرح كويسة وقدرتوا تفهموا منها. وما تنسوش لو انتوا اول مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة عشان تتابعوني، وتتابعوا كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله، هيبقى فيها معلومات حلوة جدا. واي استفسار اكتبه لي تحت في التعليقات، وانا هرد عليه باذن الله لو ليا طبعا علم بيه. واشوفكم في افكار تانية وفيديوهات تانية حلوة كتير كتير مع قناة ايزي كرافت، وسلام عليكم.